عبد العزيز الطاهري، رئيس شعبة التاريخ في كلية الأدب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط. كما تعلمون أن هذه الندوة تجري في رحاب كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وبالتالي فالأساس فيها هو أنها ندوة علمية وأكاديمية، وهي تنظم من طبيعة الحال باشتراك ما بين الكلية وما بين هيئات العدول في طنجة والرشيدية وبن ملال، وتتناول موضوعا مهما من الناحية الأكاديمية خاصة فيما يتعلق بعلم التاريخ، وهو موضوع المرتبط بالوثائق. والوثيقة مسألة مهمة جدا، وكما يقال لا تاريخ بدون وثيقة، وتعد الوثائق العدلية من بين أبرز أنواع الوثائق التي يمكن للمؤرخ والباحث في التاريخ أن يعتمد عليها في كتابة التاريخ، فهي تتضمن الكثير من المعطيات التي يمكن من خلالها كتابة التاريخ الاجتماعي، وأن تساعد على كتابة التاريخ السياسي، وأن تساعد على كتابة التاريخ الاقتصادي، بل حتى التاريخ الثقافي إلى غير ذلك، لأنها تسجل أحداث وتتضمن مجموعة من العقود والتعاقدات ذات الطبع السياسي، مثل البيعة، بيعة السلاطين والملوك، وذات الطبع الاقتصادي مثل البيوع، البيع والشراء والمعاملات المالية والديون، ذات الطبع الاجتماعي مثل عقود الزواج. وبالتالي فهي تفيد في كتابة التاريخ في هذه الأبعاد كلها. إضافة إلى ذلك فهي كذلك تعتبر من المستندات الأساسية والحجج التي يمكن أن نبني عليها في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية المغربية، طريقة علمية أكاديمية، ليس بالبروباغاندا أو بالدعاية، لا، بالعلم. وأهم شيء هو العلم، لأن ما يخشاه الآخر الذي يعادي الوحدة الترابية هو أن تأتيه بالحجج العلمية الدامغة، وهذا يمكن أن توفره هذه الوثائق العدلية، فهي تثبت بما لا يدع مجال للشك بأنه كانت هناك روابط ما بين المغرب وصحرائه وما بين الصحراء ومغربية، وقد اعتمدت محكمة العدل الدولية لاهاي في حكمها الذي أصدرته سنة 1975 في 16 من أكتوبر على مثل هذه الوثائق، وتوصلت إلى وجود روابط بيعة بين سكان الصحراء وبين السلاطين المغاربة. ومباشرة بعد هذا الحكم وفي نفس اليوم دعا الملك الحسن الثاني إلى تنظيم المسيرة الخضراء التي بها تم استرجاع الساقية الحمراء. تساوي رئيس المجلس الجهوي لعدول السنافية الرشيدية، بداية نشارك هذه الندوة الوطنية وأشغالها المنظمة بالرباط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية، ونحن من المجالس الجهوية الثلاثة التي قامت بتنظيم هذه الندوة، وهي المجلس الجهوي لعدول السنافية الرشيدية، والمجلس الجهوي لعدول السنافية بن ملال، والمجلس الجهوي لعدول السنافية طنجة، بشاركة مع كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة محمد الخامس. وهذه الندوة حول موضوع الوثيقة العدلية وتاريخ الصحراء المغربية، هي من الندوات العلمية والأكاديمية التي اشتغلت على إبراز قيمة الوثيقة العدلية ودورها في تاريخ الصحراء المغربية، وذلك لما لها من أدوار طلائعية في إثبات شرعية مغربية الصحراء. وتقام هذه الندوة الوطنية بمناسبة ذكرى 49 للمسيرة الخضراء، واستجابة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ونحن في هذه الندوة كرسنا كل جهودنا لإنجاح هذه الندوة من خلال المواضيع والبرامج التي برمجت فيها لمناقشة علمية وفتح المجال للطلبة والباحثين والمهتمين لإبراز دور الوثيقة العدلية في المناطق الصحراوية. والوثيقة العدلية تعتبر من أهم الركائز التي تثبت شرعية مغربية الصحراء والروابط التاريخية والروحية للأقاليم الصحراوية بالدولة المغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ دريس الترالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة السنافية في بني ملال.
اليوم تنظم جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول محاكم استئناف لكل من طنجة وبني ملال ورشيدية هذا الملتقى استجابة للنداء الملكي السامي في انخراط جميع الهيئات والقوى الحية داخل المجتمع المغربي من أجل إيجاد وتعزيز الدفعات والحجج والبراهين والآليات، لأن انطلاقا من مقتضيات الخطاب الملكي الذي جاء بمبدأ أساسي هو الانتقال من مبدأ التدبير إلى مبدأ التغيير، وانتقال كذلك من ردة الفعل إلى اتخاذ المبادرة والخطوة الاستباقية. وبالتالي هذه ترجمة مقتضيات الخطاب الملكي يجب أن يعرفها الشعب المغربي من خلال مرافق الدولة، من خلال هيئاته المهنية، من أجل انخراط في هذا الورش الوطني الذي جاء موازاة مع ذكرتين خالدتين وعزيزتين في نفوس المغرب، وهي ذكرى مسيرة الخضراء وذكرى عيد الاستقلال. الذكرتين العظيمتين هما يجسدان الروابط والوشائز بين الشعب المغربي بجميع مكوناته وأطيافه من طنجة إلى القويرة، وأقول القويرة هنا بمعنى جميع القبائل الصحراوية التي لها امتداد في تخوم الصحراء الإفريقية. هذه العلاقة هي علاقة روحية تربط بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي بوثائق عدلية ووثائق تاريخية تثبت شرعية الصحراء المغربية، وكذلك تدافع عنها في جميع المحافل الدولية بما فيها محاكم محكمة العدل الدولية لاهاي. حقيقة أن الوثيقة العدلية كانت سباقة من خلال أنها كانت وثيقة دفعات وحجج في محكمة العدل الدولية من أجل إثبات شرعية الصحراء المغربية، وكذلك إثبات مسألة الحدود المغربية الأصيلة المتجذرة عند كل مغاربة. الوثيقة العدلية كما سبق أن أشار إليه تلة من الأكاديميين الذين نشطوا هذا الملتقى أنها جزء من الهوية والذاكرة الوطنية.